السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع للرسم من خلال تكست لصور أو من صورة لصورة تانية، يعني ممكن ترفع له صورة ويعمل لك ريندر ليها. والميزة إن هو زي ما أنت شايف كله معماري، متقسم على كلاسيكال ديزاين، انتريور ديزاين، أربان بلانينج، لاندسكيب ديزاين، وهكذا. تمام، فهو البرنامج ما شاء الله أو الموقع متخصص في الحاجات المعمارية زي ما تشوف. طيب ممكن نقول له بقى احنا عايزين start creation، فبيقول لي بقى انت عايز تدخل في فكرة الريندر ولا explore model. تمام، هنيجي هنا بقى في explore model، هنقول له مثلا انا عايز اشتغل بأني موديل. دي حاجات موجودة، ممكن نقول له مثلا عايزين حاجة بالشكل دوت. فاحنا كده اخترنا الستايل او الموديل اللي احنا هنشتغل عليه. الاعدادات بقى اللي احنا عايزينها في السيتنج الستايل. تمام، ممكن تقول له انا عايز حاجة معينة، عايز حاجة زي المدرسة دي. البرومت بقى اكتب بقى اللي انت عايزه، وليكن مثلا عايزين مثلا فيل مثلا، وممكن ريفرنس ايمج نديله صورة وهو يبدأ يبني من خلالها. عندنا نقدر نعمل ابلود لصورة، عايز يكون لك كام صورة، ممكن تقول له مثلا عايز اعمل صورتين مثلا. المور سيتنج لو في اعداد اكتر. طيب بعد كده نقول له كرييشن، هو مدينا بعض النقط هنستهلك منهم نقطتين دلوقتي، وهكذا. ايه بقى تكون انت عندك صورة وعايز تعدل عليها، فيقدر ان هو يعدلك عليها بسهولة اونلاين من غير ما تتابعها خالص. عمل لنا اول صورة اهيت، تقدر طبعا تكبرها، تقدر ان انت تعدل عليها، تقدر تغير فيها زي ما انت عايز. تمام، يعني ممكن تقول ايه اللي مش عاجبك فيها وتقدر تعدل فيها. ممكن مثلا النسبة بين الطول والعرض عايز تغير فيها، ممكن تخليها عريضة او العكس طويلة زي ما انت عايز. طيب ممكن نقول له مثلا احنا عايزين حاجة زي كده، ونبدأ نديله صورة ونخليه يعمل لها الرندر بتاعتها. ده الليبل الحاجات اللي احنا عايزينها، ونقول له ستارت كريش. تمام، هنا هتلاقي بقى الموديل بتاعك. لو انت في موديل عامله هيبدأ يجمعهم لك هنا، وهنا لو في حاجة عجبتك وعملت لها سيف هتبقى موجودة عندك هنا. فما شاء الله الموقع ممتاز، مثل ما هو بدل ما كنا بنلاقي صور كتيرة من حاجات تانية مختلفة، لأ ده خاص بالمعماريين، فهيتطور بسرعة إن شاء الله.